الإعلام هو لسان ناطق باسم الجماهير، وهو سلطة ليست برابعة، ولكنه رأس حربة الأنظمة والتيارات بل والمجتمعات. هو الناطق بلسان نتمنى أن يكون فصيحاً وصحيحاً لما به من مسؤوليات تترتب على حاملي شعلة الكلمة والصورة. لذلك ومن هذا المنطلق كانت أكاديمية أفنان اللبنانية للإنتاج الفني والتدريب والتطوير الإعلامي مشعلاً جديداً يضيء في عتمة هذا الشرق، علنا نصل بخبراتنا إلى ما وراء الحقيقة ومطبخها الحقيقي. كلمة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية في العراق الدكتور علي الحبحاب، المنبر لك. يسعدني أن أشارك أكاديمية أفنان اللبنانية للإنتاج والتدريب الإعلامي إطلاق مركزها للإنتاج الفني والتطوير والتدريب الإعلامي، ومن بغداد، بغداد السلام، بغداد التاريخ، تاريخ الحضارات القديمة والأدب والشعر والفنون. أملين أن يكون لهذا المركز دور في تعزيز التلاقي والتلاقح الفني والإعلامي بين بلدينا الشقيقين، ونهنئ المركز برئيس مجلس إدارته ومديره العام والفريق العامل على هذه المبادرة الحميدة، ونتمنى لهم التوفيق والتسديد والسداد في تحقيق مقاصد هذا المركز. نحن كسفارة لبنانية، ودائما توصياتنا لكل المشاريع على مختلف قطاعاتها العاملة في العراق، العمل والسعي من أجل أطيب العلاقات بين لبنان والعراق الشقيق بما تمثله هذه العلاقة من تجذر ورسوخ وشراكات وروابط عائلية وثقافية ودينية، وذلك ضمن رسالة لبنان في مشرقه العربي ومحيطه الشرق أوسطي. ونؤكد على أن يكون هذا المركز إلى جانب زملائه من المراكز اللبنانية أو المشاريع المشتركة اللبنانية العراقية ملتزمة بالأنظمة والقوانين المحلية العراقية، أن تعمل على تقديم أفضل الخدمات وبما لا يتعارض مع المبادئ التي تحكم المجتمع المحلي ومبادئه وأعرافه وخصوصياته. الصورة والكلمة والإعلام أيها السادة مسؤولية، والمسؤولية تفرض علينا جملة من المبادئ، خاصة في ظل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي وما تسقطه على مجتمعاتنا في ظل غياب الضوابط والحواجز من صور تخالف أدنى شروط ومبادئ ثقافتنا وخصوصياتنا المجتمعية وتركيباتنا العائلية والعشائرية. وفي هذا الإطار نتمنى أن يكون للأكاديمية دور في تعزيز ثقافة الإعلام الهادف، وتعمل على تعزيز فن الانفتاح والحوار في مواجهة الأفكار الظلامية المنغلقة والمتناغمة مع عدونا الأوحد إسرائيل، والذي يتربص بنا حيث أن أطماعه لا تقتصر فقط على مطامعه بالأرض والمياه والثروات الطبيعية، بل يسعى لضرب تنوعنا وتعددياتنا، فضلا عن العمل من أجل تأكيد ثقافة حقنا المشروع في استعادة الأراضي المحتلة في مواجهة زحف التطبيع، عملا بتعاليم رسول المحبة سيدنا المسيح القائل لنا: تعرفون الحق والحق يحرركم. ونأمل أن يكون لهذا المركز دور في إطار إنتاجه الفني أيضا والإبداعي، وعلى إعطاء ونقل أفضل صورة عن مجتمعاتنا ومجتمعنا اللبناني بالأخص، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والروابط بمختلف فسيفساء التركيبة اللبنانية والتركيبة العراقية. ومع الأشقاء العرب، روابطنا مع الأشقاء العرب والجيران التاريخيين، وأن يكون الإعلام صورة
تظهر هذه التعددية الفكرية وتعززها، فالإعلام صورة وكلمة، والكلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شكرا جزيلا. من جبل عامل إلى بغداد مرورا بالعديد من المنابر والشاشات، كان له بصمة واضحة في عالم الشعر والأدب والإعلام، وما زالت بصماته تتواصل في سبيل المعرفة وإنتاج الكلمة الصادقة والمواقف الجريئة. من تأسيسه ورئاسته لمركز عامل للدراسات والإعلام والتوثيق إلى أكاديمية أفنان اللبنانية للإنتاج الفني والتدريب والتطوير الإعلامي، مروراً بالعديد من المؤلفات الشعرية والأدبية، حيث سعى جاهداً إلى صناعة الموقف قبل الخبر. إنه مدير عام أكاديمية أفنان اللبنانية الإعلامي والشاعر محمد البندر، الكلمة لك. يسعد مساكم بداية، ونعتذر على هذا الخلل التقني اللي هلأ هنعالجه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. صاحب الرعاية سعادة السفير الصديق الدكتور علي الحبحاب، صاحب المقام العزيز الإعلامي الكبير والشاعر الأستاذ مجاهد أبو الهيل، أيضا كل التحايا القلبية إلى صديقي الحبيب والكبير والذي أعتز وأفتخر بصداقته ومحبته، عميد الإعلاميين العرب معالي الأستاذ جورج قرداحي، الذي مد لنا يد القلب لنحلق في فضاءات الكلمة الصادقة والشفيفة. جورج قرداحي، هذا البطل الكبير الذي تعلم من الحسين أن يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، وأن يكون ملهما للكثيرين من زملاء المهنة. جورج قرداحي مع حفظ الألقاب، وأنت أكبر من المناصب التي تشرفت بك، أشكرك من أعماق القلب لعنايتك واهتمامك في بهذه الأكاديمية التي ولدت بين يديك، وكنت أول من أذن في أذنيها لإقامة صلاة المحبة والعطاء، فكل الشكر لك. أيضا التحية والشكر إلى صديقي وأخي الحبيب الذي مد كفيه وكتفيه جسرا لنرفع معا عماد هذا الصرح، ومنح كامل ثقته وإمكاناته في هذا الهدف النبيل، كما منحته كل ثقتي ومحبتي وتقديري وامتناني. قيل رب أخ لك لم تلده أمك، وقال أمير الكلام عليه السلام تعرف صديقك من ثلاث: شدة تصيبك، ونعمة تصيبه، وجفوة بينكما. فلله الشكر والحمد الذي عرفني به طيبا خلوقا متواضعا ومحبا، وأسأل الله العلي القدير أن يزيده من عنده، أعني به الأستاذ محمد الوائلي، فكل الشكر والتقدير. السيدات والسادة، لن أدخل في متاهة الكلام المنمق ولا في دائرة الكلام الاستهلاكي، فإناء العطار ينضح طيبا وعطرا، أما الأواني المصفوفة للعرض فإنها ترشح خواء وفراغا. من هنا نؤكد على أننا نسعى لأن نكون عطارين في زمن الخواء، وأن تكون أكاديميتنا منبراً للمعرفة والتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات والتجارب التي صقلتها السنوات والقنوات والصعاب. أكاديمية أفنان أيها السادة ليست يتيمة في هذا المجال، ولكنها فريدة من حيث كوادرها اللبنانية التي لها باع طويل
وتجربة عميقة في العديد من المجالات. أيضا العناوين التي طرحناها منها ما هو جديد ومبتكر، والأهم من هذا كله هو سعينا إلى تبادل الكفاءات وتقديم أفضل ما لدينا ونضعها في خدمة الجميع. تعتمد الأكاديمية بشكل أساسي على فريق متخصص من أهم المدربين وأساتذة الجامعات اللبنانيين. أكاديمية أفنان هي شركة رسمية عراقية لبنانية مسجلة في دائرة تسجيل الشركات في العراق ومعترف بها رسميا، كما مصادق على شهادتها من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في بيروت. في بيروت بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين. لن أطيل عليكم، نحن نأمل ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، والآن أصبحت المسؤولية الملقاة على عاتقنا أكبر، وهذا يراد منا أن نبذل جهودا مضاعفة لنقدم أفضل ما لدينا. شكرا لراعي الحفل سعادة السفير الصديق الدكتور علي الحبحاب، شكرا معالي أستاذ جورج قرداحي صديقي وأخي، شكرا أستاذ مجاهد أبو الهيل العزيز والراقي، أو أبو الهيل العزيز والراقي، شكرا من أعماق القلب صديقي وأخي الأستاذ محمد الوائلي، شكرا لضيوف الشرف، أعني أيضا الناشطة السياسية هديل الوائلي، أيضا ممثلة الدكتور عمار العامري من قبل الجامعة العراقية، أهلا وسهلا بكم. أيضا لا يفوتني أن أشكر مديرة العلاقات العامة في الأكاديمية الأستاذة هيلانا قاسم لتقديمها الحفل ولجهودها المباركة. شكرا للزملاء الأعزاء لوسائل الإعلام الحاضرة، شكرا لكم جميعا فردا فردا على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذه الأكاديمية طبعا هي محاولة جدية من أجل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والإنتاج الفني بين لبنان والعراق. نأمل أن تكون يعني خطوة في إطار الاستفادة من تجارب العاملين في هذا القطاع في البلدين، وبالتالي يعني أن يستفيد منها الشعبين وأن تكون مسؤولة، يعني تهدف بالنهاية إلى أن تكون الكلمة كما ذكرنا الطيبة التي تؤتي ثمارا طيبة وتعزز كما ذكرت من ثقافة الانفتاح والتعاون والتواصل بين شعوبنا على مساحة مجتمعنا العربي، وفي إطار طبعا علاقاتنا الطيبة مع جيراننا في العراق بالأخص الشرق أوسطيين التاريخيين. اليوم افتتاح هذه الأكاديمية يشكل رافدا مهما من روافد الإعلام اللبناني والمدرسة اللبنانية بالإعلام، حتى تضيف للإعلام العراقي لمسة وجمالية وأناقة كما تعودنا على الإعلام اللبناني. أبارك لهذه الأكاديمية افتتاحها، وأتمنى لها أن تتسم بالمصداقية حتى تتميز عن كثرة الأكاديميات الموجودة في العراق. لذلك أعول كثيرا على المدرسة اللبنانية بالإعلام، وأتمنى عليها وعلى هذه الأكاديمية أن تأخذ الكثير من الإعلام اللبناني وتصبه في منبع ومجرى الإعلام العراقي.